احنا في محاضرتنا النهارده هنبتدي بقى نعمل ايه؟ نطبق اللي احنا اخدناه في المحاضرات اللي فاتت. احنا النهارده هنعمل مشروع صغير. وظيفه المشروع بتاعنا النهارده هو تطبيق عملي ممكن فعلا تستخدمه في حياتك العمليه. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل بروجكت لماركت. الماركت ده ايا كان نوع الماركت ايه هو مش قضيتنا، يعني متجر صغير، ممكن يبقى ايا كان الابلكيشن ايه، ممكن يبقى مصنع، ممكن يبقى حاجه هايبر ماركت، سوبر ماركت، ممكن يبقى حاجه ملابس، على حسب نوع الماركت ايه انت هتعدل الابلكيشن دي. القصه بتاعتنا البروجكت بتاعنا المفروض هدفه يعمل ايه؟ يضيف اصناف ويعمل جرد للاصناف نفسها وكمان يعمل فواتير. يبقى انا القصه بالنسبه لي البروجكت بتاعي وظيفته المطلوبه فيه ان انا ازاي عندي اصناف جلابيه النهارده عايز اضيفها تبقى اوريدي انضافت على السيستم بتاع المتجر ده، وفي نفس الوقت عايز يبقى اليوزر اللي مستخدم البروجكت ده اللي هو الاونر بتاع المكان ليه فاسيلتي ان هو يضيف، ليه فاسيلتي ان هو يعمل جرد للاصناف كامله اللي عنده، يبقى عارف اسم الصنف ايه والكميه الموجوده منه ايه وسعر الوحده بتاعته كام، وعنده امكانيه كمان ان هو يعمل فواتير لو هيبيع حاجه هيخرج اصناف دي او مبيعات او برودكتس دي. المبيعات اللي هتنباع، الاصناف اللي هتنباع دي هيبقى فيها ايه؟ فيها سعر الوحده، فيها عدد الكميه المباعه قد ايه؟ يعني مثلا ونفترض ان انا هبيع جاكيت مثلا، هبيع منه عدد واحد، هبيع مثلا بنطلون ثلاثه، هبيع تيشيرت اثنين. الاصناف دي كلها عشان انا اعمل فاتوره محتاج ايه؟ اسم الصنف، محتاج العدد او الكميه من كل صنف، محتاج سعر كل صنف كام، وفي الاخر بيحسب فاتوره. الفاتوره بتحسب ازاي؟ ان هو بيحسب الوحده نفسها، الصنف الفلاني العدد منه كذا مضروب في سعره زائد 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 جميع الاصناف كلها، وبيطلع في الاخر التوتال او السعر النهائي كام اللي العميل هيدفعه. اتفضل وقف الباب. فانت في الحاله دي انت محتاج تعمل ايه؟ في الفاتوره في حته كمان في الفاتوره مهمه، ان انا لما اجي الاصناف المباعه دي لازم تنقسم من الرصيد التوتال اللي موجود عندي. انا مثلا سي عندي 100 صنف متخزن، كل صنف ليه عدد معين رصيد، في اللي 6 في اللي 12 في اللي 24 في اللي 30 في اللي 100 في على حسب الصنف والكميه المتاحه منه قد ايه. المباع من الصنف الفلاني لازم يتخصم من الرصيد المتخزن، صح ولا لا؟ طبيعي. دلوقتي مثلا عندي الماوس ده في منه 36 قطعه، جه النهارده الزبون ده العميل الفلاني اللي اسمه محمد اشترى قطعتين، من ال 36 الرصيد اللي فاضل كام؟ 34، وهكذا. كل صنف بيخرج لازم الكميه المباعه تتخصم من مين؟ من الرصيد. يبقى انا دلوقتي وظيفة البرنامج زي ما اتفقنا، ازاي اضيف، ازاي اعمل جرد للاصناف الموجودة، وازاي اعمل فاتورة واخصم عدد الاصناف المباعة من الرصيد. يعني تعالوا نشوف كده البرنامج بتاعنا ونجربه الاول. ادي دي كده الواجهة اللي انا مصممها، ليست الوحيده، كل واحد فيكم ممكن يحط التصميم بتاعه على حسب الابلكيشن، على حسب تصوره. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتحط السيناريو من وجهه نظرك، انت شايف بتعمل ازاي. انا هنا عامل مشروع بسيط، انت ممكن تحط سيناريوهات اكتر، ممكن تخلي الموضوع بدل ما هو بسيط يبقى مور كومبلكس، ممكن تخليه تبسط عن كده، انت حر. ممكن تخلي الواجهه مختلفه نهائيا، حر. دي حاجه ترجع لك انت. انا في التصميم ده عملت ايه؟ عملت فريم سميته ماركت. الفريم ده اللي هو الشكل ده حاطين عليه اثنين بوتل،
زرارين، زرار يمكن المستخدم ان هو يضيف اصناف، وزرار تاني يعمل بيه جرد. وعملت تحت اسم العميل وقدامه تكست بوكس يدخل فيه اسم العميل اللي هيدخله اللي هو صاحب الفاتوره، وتحت منه زرار صغير للفاتوره، وعلى الشمال فليكس جريد زي جدول. الجدول ده هيطلع لي فيه، هيعرض لي فيه اسم الصنف والكميه وسعر الوحده المباع، سواء هيعرض فيه في فليكس جريد ايه الجرد او اضافه الاصناف او الفاتوره. تمام. وتحت خالص في النهايه زرار الانهاء. تعالوا نجرب البرنامج ده ونشوفه شغال ولا لا. تعالوا مثلا ولنفترض ان انا هضيف اصناف. تعالوا هنضيف ايه؟ سي مثلا كم صنف هضيفه؟ سي ثلاثه مثلا. انا عامل ان اضافه الاصناف على الاصناف كمسمى وليس ككميه، يعني لما اجي اقول انا عدد الاصناف ثلاثه يبقى انا هدخل ثلاث مسميات، ثلاث اصناف، وكل صنف بكميته. تمام؟ يعني مثلا هنا اول صنف مثلا ولنفترض ان اسمه جاكيت. ماشي؟ جه قال لي ايه؟ سعر الوحده، سي مثلا 400. طيب عدد الكميه المتاحه منه سي 12. بعد كده الصنف الثاني سي بنطلون. سعر الوحده سي 200، الكميه سي 24. اسم الصنف الثالث هنقول مثلا تي شيرت، سعر الوحده قول 180 سي مثلا، والكميه قول 12. بص كده، دي كده الاصناف اللي انضافت كده. عرض لي اسم الصنف والكميه كام من كل صنف وسعر الوحدة وإجمالي عدد الأصناف اللي انضافت. في ناس بتقول لك إيه؟ يعني مثلا أنا دلوقتي دي الأصناف اللي إيه؟ اللي انضافت، عايز أعمل جرد. أهو بص كده، المفروض الجرد أنت بتبقى سامح للإيه؟ للبرنامج إن هو يعمل جرد لكل الأصناف اللي أوريدي مسجلة. تمام؟ فأنت هنا أنا عامل خانات كتير قوي، أنا أوريدي متخزن ثلاث أصناف، بس هو ممكن يبقى فيه أصناف كتير. وهاجي هنا في الاخر خالص هلاقي اجمالي عدد القطع على حسب العميل نفسه. في واحد يقول لك اعرض لي فقط اجمالي عدد القطع اللي عندي كام، تمام، وكل صنف القطع المطلوبه منه كام وسعر الوحده، وما تعرضليش هنا اجمالي الفلوس كام. في ناس ثانيه، عميل ثاني يقول لك لا اعرض لي البادجت ابقى عارف الكم اللي عندي مثلا او الاصناف اللي عندي لو جيت اسيلها فلوس هتعمل لي كام؟ لو جيت مثلا سي ان انا عندي شغل ب 300,000، عندي شغل ب 500,000، عندي شغل ب 100، عندي شغل ب 5000، كل واحد وحسب رغبته. انت بتظبط الابلكيشن على مين؟ على رغبات العميل. طيب تعالى بقى نكتب فاتوره، مثلا سي مثلا هنسمي الفاتوره دي مثلا اسماعيل. اي اسم. ماشي؟ والفاتوره. سي مثلا احنا هناخد ايه؟ هناخد صنفين. سي اسم الصنف الاولاني مثلا جاكيت، هتاخد منه كام؟ يعني نشتغل هشتري كام؟ سي واحد. هناخد مثلا بنطلون الصنف الثاني، الكميه منه سي 2. بص كده، طلع لي اسم العميل واسم الصنف اللي هو خده والكميه من كل صنف وسعر الوحده، وفي الاخر الاجمالي اللي هو هيدفع كام قطعه، هيشترى كام قطعه وهيدفع كام فلوس. ده كده الابلكيشن احنا هنشرحه النهارده. الابلكيشن ده ممكن يعدل كتير، ممكن يعدل اولا ان انت بدل ما بتدخل الاصناف تكست بوكس الصنف والكميه، ممكن تخليه ايه؟ بسكانر اللي هو بتاع الباركود. ممكن تعدل الموضوع ده ان بدل ما تطلع الفاتوره بالمنظر ده كده، لا ممكن تخليها كمان اوبشن زياده ان انت تطبعها على برينتر الصغيره بتاعت مين؟ بتاعت المحلات. الحته دي في ايدينا وسهله، الموضوع مش صعب، مجرد كود صغير بينضاف زياده، بتعرف بس السكانر والمسار بتاعه باين منين على انهي اندبورد، والاوتبوت ازاي
الاطبع ازاي على البرنتر برضو بخرج على اول بورد والمسار بتاعها مش صعبه وحته صغيره تعديل مش قضيه بس القصه كلها انا دلوقتي برنامج بتاع مين؟ سكانر؟ لا هو اللي بيطبع بيقرا هو سكانر باركود سكانر ماشي البرنامج لحد كده احنا جربنا البرنامج والبرنامج ايه اوريدي شغال تعالوا نفكر ازاي نعمل البرنامج دلوقتي انا لو هعمل البرنامج ده فانا اوريدي محتاج ايه دي الواجهه الاماميه محتاج طبعا كام بوتون بوتون للاضافه بوتون للجر وبوتون الفاتوره وبوتون للمرور وتكست بوكس لمين اللي هدخل فيه اسم العميل وليبل وهنا كمان في الناحيه دي في الناحيه الثانيه اللي هي مين الفليكس جريد اللي هي الشبكه اللي انا هعرض عليها ده كده الواجهه الاماميه بتاعت البرنامج طيب هنفذ الكلام ده ازاي دلوقتي لو انا هعمل اضافه اصناف هناخد برنامج خطوه خطوه اول خطوه ايه ان العميل بيضيف مش هينفع يعمل فاتوره ولا يعمل جر غير لما يكون فعليا في اصناف جوه السيستم صح كده؟ طيب يبقى هيعمل اول حاجه هنشتغلها في البرنامج ايه؟ ازاي اضيف؟ طيب عشان اضيف الاصناف دي تلقائي كده بالمنطق بالعقل محتاج ايه؟ محتاج اول حاجه اخزن اسم الصنف صح؟ يبقى انا في الحاله دي هخزن صنف واحد ولا اصناف كتير؟ اصناف كتير. طيب الاصناف الكتير دي كلها مشتركه في ايه؟ ان كلهم حروف رقم واحد ورقم اثنين ان كلهم يخص حاجه واحده اللي هي مين؟ اسم الصنف. يبقى من المحاضره اللي فاتت اخر محاضره احنا اتفقنا لما يكون عندي حاجات كتير تخص حاجه واحده بستخدم مين؟ مصفوفات. صح كده؟ يبقى انا في الحاله دي هعمل ايه؟ هعمل مصفوفه اري لاسم الصنف من النوع سترينج اللي هو حروف. دي اول حاجه، ثاني حاجه بقى محتاج اعمل مصفوفه ثانيه منين؟ لعدد او الكميه من كل صنف بس المشتركين في ايه؟ ان كلهم ارقام. ارقام ومشتركين ان هم كلهم بيخصوا مين؟ العدد او الكميه بتاعت الصنف. طب المصفوفه الثالثه اللي هي السعر بتاع كل وحده. يبقى انا فعليا كده عرفت ان انا هعمل ثلاث مصفوفات. مصفوفه حروف سترينج دي تخص اسم الصنف. مصفوفة أرقام تخص الكمية، مصفوفة أرقام تخص مين؟ السعر بتاع كل واحد. بعد ما عملت الكلام ده المفروض إن أنا إيه؟ المعلومات الأولانية اللي أنا عرفتها إن أنا هعمل دي ودي ودي، يبقى أنا أول حاجة بعرف بعمل ديكلاريشن للمصفوفات. بعد كده ببتدي أعمل إيه؟ أدخل قيم اللي هخزنها في المصفوفات. فهخزنها إزاي؟ زي ما اتفقنا بدخل كل عنصر بدي القيمه بتاعته لوحده فبستخدم فور لوب ان انا بدخل لكل عنصر قيمه لوحده ما ينفعش ادخل المصفوفه كلها مره واحده لكن بدخل ايه؟ قيمه 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 تمام؟ يبقى انا كده باللي انا عملته ده انا عرفت ايه؟ كل عنصر او كل صنف بكميته بايه؟ بسعره. تعالوا نشوف نكتب الكود ده ازاي. مبدئيا قبل ما نخش في حته كل صنف لوحده احنا اتعلمنا ان انت ايه؟ ان انت اي برامتر او مصفوفه انا بعرفها جوه مين؟ جوه السبروتين او الداله او الاداه اللي انا مستخدمها، صح؟ تمام. الاداه دي تعتبر اللي جواها ده حاجه اسمها ايه؟ برايفت او خاص. لو جيت استخدمه في حته ثانيه هيقول انا ما اعرفوش، ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ صح ولا لا؟ يعني لو جيت دلوقتي انا معرف مثلا في السبروتين اسمها بيل بي معرف فيها اي واحد وبي واحد واس واحد والكلام ده كله، هاجي استخدمه في حته ثانيه في سبروتين ثانيه او في داله ثانيه يجي يقول لي ايه؟ يقول لي المتغيرات دي انا ما اعرفهاش. فكان لازم نعمل ايه بقى؟ لازم المتغيرات او المصفوفات اللي انا هستخدمها جنرالي اللي الناس كلها تبقى عارفاها
يعني اللي انا هستخدمه دلوقتي ايه؟ اللي انا ضفته الاصناف اللي ضفتها صح؟ الاصناف اللي ضفتها دي هستخدمها اكسسها او هعرف استخدمها من عن طريق ايه؟ كل الدوائر. يعني انا دلوقتي ضفت الاصناف دي لو هعمل جرد هستخدم نفس المصفوفات. لو هعمل فاتوره هبقى محتاج استخدم نفس المصفوفات. يبقى في الحاله دي المصفوفات دي لازم تبقى الناس كلها شايفاها. فبنعرفها فين؟ في حته اسمها الجنرال. بصوا هنا كده دي جنرال دي قبل اي سبروتين او قبل اي دواء هنستخدمها. بعرفهم في الاول. طيب عشان اعرفهم في الاول هو هو نفس التعريف القديم مع اختلاف حاجه واحده بس. ايه هو؟ ان انا مش هحط لها سايز. بمعنى مثلا انا دلوقتي هضيف اصناف. طيب الاصناف اللي جايه لي دي معرفش السايز بتاعها قد ايه؟ ممكن اضيف صنفين، اضيف ثلاثه، اضيف خمسه، اضيف 100. صح كده؟ فخليها مفتوحه تمام؟ مش محدده بسايز. ولما اجي بعد كده في فانكشن الاضافه ابتدي اخلي العميل يقول لي انا هضيف كام صنف واعمل ريسايزنج لمين؟ للمصفوف. زي ما احنا اتفقنا دلوقتي لما جيت انا قلت للمصفوف قلت للعميل اول حاجه قلت له ايه؟ انت هتدخل كام صنف؟ ادخل عدد الاصناف وبناء عليه ابتدي اعمل ريسايزنج للمصفوفه بتاعتي. وصلت الحته دي؟ ليه الحته دي مش محطوط لها ابعاد؟ وليه حطيتهم فوق؟ حطيتهم فوق عشان يبقى كل الناس شايفاها وتتعامل عليها. تاني حاجه مش محطوط لها ابعاد عشان الناس كلها بعد كده لما اجي انا ادخل عدد الاصناف اعمل ريسايزنج من تاني لمين؟ للمصفوفه. طيب تعالوا نشوف بقى احنا دلوقتي اضافه الاصناف احنا سميناها الاول اسم برمجه سميناها اسم برمجه اسم برمجي اللي هو نيم اللي هو ال ايتمز. يبقى ال ايتمز دي اللي انا هستخدمها في ايه؟ في الكود من جوه. يعني لما اضغط عليها دبل كليك هلاقي بص فتح لي الكود بتاعها اهو اد ايتمز. يبقى احنا زي ما نفتكر كده كان لما باجي اكتب الكود بعمل برايت صف ثابته اسم الاداه البرمجي اللي هو اد ايتمز اللي بكتبه هنا هو هو هنا وبعد كده اندر سكور مين؟ الحدث بتاعي او اللي انا اليوزر هيعمله عشان خاطر الكود ده يتنفذ. طيب تعالوا نشوف الاصناف الادوات الثانيه اللي معانا اسم البرمجي بتاعها ايه؟ جرد مسمينه توتال والفاتوره مسمينها بيل وانهاء مسمينه فينش. تعالوا ناخد الاول اللي هو اضافه الايه؟ الاصناف. لو جينا نبص هنا أول حاجة احنا اتفقنا عليها إن احنا بنعمل إيه؟ بنخلي المستخدم أو اليوزر أو الأونر بتاع المكان إن هو يقول لنا إيه؟ يدخل لنا عدد الأصناف بتاعتنا. صح كده؟ يبقى أنا هعمل إيه؟ هعرف متغير عدد الأصناف. هنسميه مثلا إن. كنا بنعرف المتغير ده إزاي؟ كنا بنكتب دم كلمة دم كلمة دم وبعدها بنكتب اسم المتغير اللي احنا مسمينه ان وقاس وبعد كده من انهي نوع؟ النوع انتجر اصناف ده اللي هو ايه؟ رقم. يبقى انا كده دم دي تعتبر كيورد كلمة ثابتة اسم المتغير اللي هو ان وقاس كيورد كلمة ثابتة وبعد كده انتجر اللي هو النوع او الطيب بتاع المتغير. طيب هدخل ازاي القيمه من المستخدم؟ في عندك كذا نوع. في عندك يا اما انبوت بوكس زي الرساله اللي بتطلع ده اللي اسمه مربع حوار فيطلع لليوزر فيدخل فيه قيمه او تكست بوكس. ايه اللي احنا بنقوله ده؟ بص ده كده اسمه تكست بوكس. اي داتا هكتبها فيه تمام ده كده نوع من انواع الادخال. او لما كنت باجي ادوس هنا مثلا اضافه اصناف فده كده اسمه ايه؟ ده كده انبوت بوكس او مربع حوار. الانبوت بوكس ده كده بيسمح لي بايه؟ ان انا ادخل قيمه هنا وهو ادخل عدد الاصناف وادخل القيمه هنا ادوس اوكي خلاص الايه؟ العدد ده دخل. حلو كده؟
يبقى انا في الحاله دي ممكن يا اما استخدم التكست بوكس يا اما استخدم الانبوت بوكس على حسب انت تقدر تستخدم ايه براحتك. دي فاسيلتي انت تحدد حسب التطبيق بتاعك الافضل ايه. طيب بعد ما اخترنا القيمه دي بقت موجوده فين؟ في الام. هعمل ايه بقى؟ اتفضل. مع الشمال هتلاقي مع الشمال كده من التول بوكس هتلاقي فيه بص كده اهو. بص اهو. ده شكل البوتن اهو. بص انت كده دوست اهو. ده شكل البوتن اهو. ماشي؟ هتيجي هنا وتروح جاي دايس. ايه؟ ما هو لازم يدوس وتروح جاي سهل. ايوه. فين؟ ده اسمه اللي هو ده اسمه فريم اهو اهو. بص ده اهو اللي جنب البطن على طول اهو كده. طيب يبقى احنا دلوقتي دخلنا مين؟ دخلنا عدد الاصناف. حلو كده؟ المفروض دلوقتي ان انا اعمل ايه بقى؟ هبتدي ادخل القيم نفسها. طيب حسب الابلكيشن بتاعك اللي انت مستخدمه تبتدي تحدد السايز بتاع المصفوفات بتاعتك. مين دي؟ مين اللي سابق؟ اه ثابته بس التغيير في ايه؟ التغيير في الهيف. انت دلوقتي على حسب الابلكيشن بتاعك. يعني ايه؟ يعني مثلا سي انت في ماركت كبير هايبر ماركت كبير زي اولاد رجب زي احنا الحاجات دي كلها. طبيعي لو هو هيدخل اصناف عنده الليمت مفتوح شويه بس مفتوح لحد فين؟ هو برضه عنده سقف. يعني ايه؟ سي ممكن يدخل كام؟ 100 صنف في اليوم؟ 200 صنف؟ 1000 صنف؟ فانت بتيجي اول حاجه تعملها تقول ايه؟ تقول للعميل انت سقفك كام؟ الابر ليميت بتاعك كام؟ ممكن في اليوم الواحد يدخل لحد كام صنف؟ لو سي مثلا قال لك 100 يبقى انت تحط سيفتي فاكتور كمان زياده. لو ال 100 خليه مثلا 120. تمام؟ يبقى معروف ان اقصى دايمنشن لاضافه الاصناف اليومي او في المره الواحده هو كذا. تمام؟ لو هو يعني انت بتقول 100 لو عمل يعني 100 وعملت 100 يعني ده غلط؟ لا مش غلط بس هتدخلها مرتين. يعني انت العمليه البروسيسنج المره الواحده انت سامح البرنامج يدخل ايه؟ 100 صنف في المره الواحده. يعني انت 100 فيبتدي ياخد منك يأكسبت ال 100. جيت بعد كده عايز تزود 100 تاني يبقى في مره تانيه. تمام؟ فانت بتيجي تقول له هل معنى كده نحول بس جدول سؤالك، هل معنى كده ان انا لو انا قلت له 100 وجيت دخلت صنفين مش هيقبلهم؟ هيقبلهم. زي ما احنا عملنا، هل دلوقتي انا حاطط في البرنامج ده ان هو يقدر يكسب لحد 100 صنف في المره الواحده. تمام؟ بس لما جه دخلنا سالني قلت له 2 راح مدخلني 2 صح كده؟ طيب. يبقى انا دلوقتي باجي اعمل ايه؟ اعمل ريسايزنج للابعاد بتاعت المصروف. ما ينفعش اعمل عمليات حسابيه على مصروفات بدون علم ابعادها. يعني ما ينفعش اعمل جمع ولا طرح ولا ضرب بدون علم ابعاد المصفوفه. المصفوفه لازم تبقى سايزنج او ريسايزنج او محدده. ابعادها معروفه، كم صف في كم عمود؟ هل هي المصفوفه دي 1 دايمنشنال حدود الابعاد ولا 2 دايمنشنال ثنائيه الابعاد ولا 3 دايمنشنال ثلاثيه الابعاد؟ لازم كل ده يكون محدد. مش هينفع اعمل اي عمليه بدون معرفه ابعاد المصفوف. طيب احنا في المره الاولانيه في الجنرال كنا عرفنا المصفوفه بدون اي ايه؟ اي ابعاد. انها حاجه جنرال بس كده. انا بقول ايه؟ البرنامج خلي بالك انا عرفت ثلاث مصفوفات اللي هم اس من النوع سترينج و A من النوع انتجر و B من النوع انتجر لمجرد ان هم ايه؟ مصفوفات عندك وجنرال كل الناس عارفاها وكل الناس تقدر تستخدمها. بس ما حددتش سايز. هاجي هنا بقى اعمل ريسايزنج. اعملها ازاي؟
ريدم، هناك كنا بنكتب دم بس، يبقى ريدم يعني اعاده تعريف بس هنا بقى ايه، مش بحط الطيب لان انا اوريدي عرفت الطيب قبل كده، بس هنا بعمل ايه؟ ريسايزنج، بعدل الدايمنشن، بعدل الابعاد. فاجي اقول له ريدم يعني عرف من تاني الاس البعد بتاعها 100، ريدم الاي البعد بتاعها 100، ريدم البي البعد بتاعها 100. هل دي ستاندرد؟ لا، دي ستاندرد ريدم والاس. طب البعد حسب تطبيق، واحد ممكن يحط 1000، واحد يحط 5، واحد يحط 20، واحد يحط 100، على حسب الابلكيشن بتاعك، حسب العميل عاوز ايه. يعني مثلا لو انت بتعمل برنامج لاداره التجميل، اداره التجميل طبعا انت اوريدي يوميا انت بتستقبل ممكن فوق ال 1000 واحد، يبقى انت ساعتها ممكن تحط البرنامج ده ريدم ال 1500، تمام؟ ريدم ال 1200، ريدم ال 1000، بجانب برنامج لبنك. البنك ساعتها انت حسب اقصى طاقه ممكن يستقبلها يوميا كام؟ بتعمل برنامج لمصنع، البرنامج على حسب الابلكيشن بتاعك ايه؟ تقدر تحدد الطاقه الاستيعابيه لكل مكان او كل ابلكيشن طبقا لطلبات العميل. يبقى احنا كده مبدئيا عرفنا ان انا ايه؟ ان انا عملت سايزنج لمين؟ للمصروفات. وبعد كده زي ما اتفقنا، طالما انا عايز في الاخر اجمالي، يبقى انا محتاج ايه؟ اجمع. طيب عشان اجمع يبقى هحتاج ايه؟ اعمل متغير اجمع فيه. هنسمي صم واحد مثلا از انتجر، وصم اثنين از انتجر. ليه عملت اثنين؟ واحد اجمع فيه عدد القطع، احنا اتفقنا دلوقتي في الاخر خالص لو انا بعمل اضافه اصناف او بعمل جرد او بعمل فاتوره، باجي في الاخر خالص بحط الاجمالي، الاجمالي ده اجمالي عدد القطع، يبقى انا هحتاج متغير اجمع فيه عدد القطع، وهحتاج متغير بالنسبه للفاتوره ان انا احسب فيه ايه؟ احسب فيه اجمالي الفاتوره اللي هو سعر الوحده في عددها. الصنف الفلاني مثلا الجاكيت مثلا سي انا جايب ايه؟ اشتريت قطعه يبقى 1 في 400. طب لو انا شاري تي شيرت، شاري بنطلون، شاري اي حاجه، البنطلون ده او التيشيرت مثلا سي انا شاري منه قطعتين، شاري قطعتين، يبقى ساعتها انا هعمل ايه؟ انا 2 في سعر الوحده مثلا سي 200 او 220، واقعد اجمع 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 اجمع. انا في الحاله دي عملت متغير اسمه صم، ليه؟ صم واحد لمثلا ونفترض للكميه، وصم 2 لاجمالي سعر الفاتوره. دلوقتي بقى هبتدي الخطوه اللي بعد كده اعمل ايه؟ ان انا ادخل ادخل القيم بتاعه كل صنف، يعني مثلا هدخل اسم الصنف والكميه بتاعته كام وسعر الوحده بتاعته كام. يبقى انا دلوقتي اتفقنا ان انا المصروفات بتاعتي عشان ادخلها هدخل ايه؟ قيمه قيمه، صح كده؟ عنصر عنصر. طيب انا عندي كم مصفوفه؟ 3 مصفوفة اس سترينج باسم الصنف، مصفوفة دي انتجر بالكمية، مصفوفة ايه؟ انتجر مين؟ بالسعر. فاجي اقول له ايه؟ العميل دلوقتي دخل لي مثلا قال لي ان هو هيدخل 100 صنف، يبقى ساعتها هعمل ايه؟ هعمل من زيرو فور لوب من زيرو ل 99. طب ليه؟ مش احنا قلنا المصروفات اول عنصر فيها او اول اندكس بياخد كام؟ زيرو. يبقى العنصر الاولاني واخد اندكس رقم زيرو، عنصر رقم زيرو. طب العنصر رقم اثنين هو ليه؟ عنصر رقم واحد. العنصر الثالث هو عنصر رقم اثنين، لغايه العنصر ال 100 هو رقم واخد رقم كام في المصروفه؟ 99. لا تمام، يبقى كده ايه؟ يبقى كده 99. وصلت كده؟ فاحنا هنا ليه عملنا الفور لوب من زيرو لهن ناقص واحد؟ عشان الحته بتاعت الاندكس بتاعت المصفوفه، المصفوفه اول عنصر فيها بياخد اندكس زيرو مش واحد، واخر اليمنت فيها هيبقى واخد كام؟ هيبقى واخد اندكس ان ناقص واحد. لو ال 100 لو عندك 100 عنصر يبقى العنصر ال 100 ده في المصفوفه ترتيبه 99. حلو كده؟ هبتدي اخش جوه بقى.
اتفقنا دلوقتي ان انا اهي عايز ادخل اي حاجه بدخلها في ايه؟ الفوكس. قلنا الانبوت بوكس التكست بوكس. انا بالنسبه لي هنا في الكلام بتاعي بسميه ايه؟ الانبوت بوكس. يبقى هقول له خلي بالك الاليمنت او العنصر اللي هو اس اوف اي، يعني ايه؟ ايه الفرق بين اس اوف اي واس؟ اس بس معناها المصفوفه كامله وعناصرها كلها. طب اس اوف اي يبقى العنصر اللي جوه الاس اللي في المكان رقم اي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا هفكرك بس في حاجه. قلنا ان الاس المظهر ده كده هنا علي احمد مصطفى الكلام ده كده. علي ده في المكان رقم 0، احمد في المكان رقم 1، 2 وهكذا. يبقى ده كده ده اسمه الاندكس ودي اسمها الفاليو. يعني لو مصطفى اسمها اس يبقى لما اجي اقول لك اس اوف 0 اللي هي ايه؟ علي. اس اوف 1 اللي هو احمد. اس اوف 2 اللي هو ايه؟ اللي هو ده. يبقى انت في الحاله دي ده كده لما عملنا المنظر ده ده معناه انا بتكلم على مين؟ على عنصر. لما اقول لك اس بس يبقى العناصر كلها، يبقى العناصر كلها مصفوفه كلها. تمام؟ الفيجوال بيزك انا ما بشتغلش مع المصفوفه كلها عمري خالص. انا لما بدخل او اخرج بدخل قيمه عنصر عنصر او اخرج عنصر عنصر. مستحيل ادخل قيمه المصفوفه كامله، مستحيل اخرج قيمه المصفوفه كامله. دي قاعده لازم تبقى في دماغك عشان حاجات كتير تبقى صح وغلط. يبقى انا عشان ادخل قيمه المصفوفه عنصر عنصر باجي اعمل ايه؟ استخدم فور لوب. اول مره اول عده كانت اي بزيرو. انا هنا ايه بتكلم على كل ده من ايه؟ من اندكس زيرو. يبقى للعنصر رقم زيرو اللي مكانه زيرو في المصفوفه يبقى هنا اس اوف زيرو. فاكر لي اسم الصفر فين؟ في المصفوفه اسمها اس. مكانه كام؟ زيرو. ايه اوف ايه؟ اوف اي هنا يبقى ايه؟ زيرو. فاكر لي سعر الوحده في المصفوفه ايه؟ في الاندكس او المكان رقم زيرو. هنا ايه اوف ايه؟ زيرو. دخل لي الكميه بتاعت الصنف ده في المصفوفه دي في المكان رقم زيرو. وبعد كده اجمع الصنف الاولاني كان بكام؟ كان بزيرو. صح؟ زائد مين؟ السعر في الكميه لنفس الصنف. ماشي؟ وبعد كده صم اثنين ده يخص مين؟ اجمالي القطع. يبقى اجمع مين؟ صم اثنين اللي هو كان بزيرو زائد مين؟ زائد بي اللي هو الكميه من الصف الاولاني. نيكست اي الاي الاولانيه كانت بزيرو بقى هتبقى بكام؟ تبقى واحد. يبقى اجي هنا ادخل اس اوف واحد يبقى الصنف اللي في المكان رقم واحد الصنف اللي هو كام؟ الثاني. وادخل سعر الوحده بتاعت الصنف اللي في المكان الثاني اللي هو مين؟ اللي هو الاي. انا دلوقتي جيت ادي الاس وادي الاي وادي البي. اول مره عند الاندكس زيرو دخلت اسم الصنف مثلا ذكر، دخلت له مثلا بومومين، دخلت له مثلا الكمية 6. يبقى انا كده عند الاندكس زيرو ماشي، عند الاندكس زيرو دخلت الصنف الاولاني اللي هو اسمه ذكر، دخلت السعر 400 في الايه؟ دخلت 6 في الكمية 1. جيت بعد كده نيكست اي بقى ايه؟ بقى 1 اهو. يبقى هنا بقى ايه؟ الاندكس 1. سي مثلا دخلت بنطلون وقلت لك ان السعر بتاعه 200 والكميه بتاعته 12. يبقى عند اندكس 1 بقى في صنف بنطلون. فين بقى؟ دي كده تعتبر فاليو او قيمه في المصفوفه اسمها اس عند اندكس 1. قدامها قيمه كام في المصفوفه ايه؟ 200. في اندكس رقم كام؟ 1. في المصفوفه رقم بي دخل قيمة كام؟ 12. في الاندكس كام؟ 1. بعد كده نيكست اي بقى 2. دخلت مثلا قميص والقيمة بتاعته 280.
هنا دخلت كام؟ 24. يبقى عندي اندكس 2 في قيمة او اسم صنف قميص في المصفوفة اس في قيمة 280 في المصفوفة ايه؟ اندكس كام؟ 2. في قيمة 24 في المصفوفة دي في اندكس 2 نكست اي كانت كام؟ 3 وهكذا 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 لحد ايه؟ بوصل لان ناقص 1. العميل قال لي ان انا هضيف 3 اصناف يبقى اروح عند 2 0 1 2. لو قال لي هضيف صنفين يبقى 0 1. طب هضيف صنف واحد يبقى هو ده 0. طب لو هضيف 10 يبقى من 0 ل 9 وهكذا. مفهومه الحته دي؟ تعالوا بقى نخش على اللي بعدها. احنا دلوقتي بالنسبه لفليكس جريد بصوا بقى فليكس جريد دلوقتي تجدول هو بالنسبه لي ايه؟ خانات صح كده؟ الخانات دي عشان اعرض عليها هو وسيله عرض فقط لأبيك. يعني هو لا وسيله تخزين ولا اي معاملات بتتم عليه غير ان هو عرض فقط لأبيك. طب عشان اعرض عليه عايزين دلوقتي احنا نعرض على مين؟ على الفليكس جريد. الفليكس جريد ده خانات اتفقنا مبدئيا ان انا عشان اشتغل في برنامج لازم اعمل ايه؟ مع الريفلكس ليفل لازم احدد اولا توتال الصفوف وتوتال الاعمده المستخدمه في الفليكس ليفل قبل اي حاجه. فانا دلوقتي قبل ما اجي اشتغل لازم احدد ايه؟ اجمالي عدد الصفوف واجمالي عدد الاعمده اللي انا هستخدمها في الفليكس جريد. ممكن انزل بعيد على الاعمده ممكن انزل بعيد على الاعمده بمعنى يعني انت استخدمت مثلا استخدمت مثلا صفين مثلا ممكن باقي الحاجات يعني كذا مش عادي على حسب ما انت قايله في الدنيا. ماشي؟ زي ما انت قايل هو بينفذ. ده مجرد ماشين روبوت انت اللي بتقول له مين يمين في نفسه. هو ما بيعملش حاجه من نفسه خالص. فانت دلوقتي تلقائيا عشان ابتدي اقول له انا هستخدم كام عمود وكام صف من الفيكس ديب لازم تقول له مبدئيا توتال الاعمده وتوتال الايه؟ الصفوف. واجي بعد كده بعد ما هحدد له توتال الاعمده وتوتال الصفوف ببتدي اجي اقول له ايه؟ اجي اقول له الخانه دي هتعرضي فيها كذا. الخانه دي هتعرضي فيها كذا. الخانه دي هتعرضي فيها كذا. هو مش سمارت او انتليجنت ان هو يعرف وقت. انت اللي بتحدد له يعمل ايه؟ خطوه بخطوه. يعني انت لو عملت سكيب لخطوه هو مش هيعمل كده. حلو كده؟ فانا دلوقتي عشان اعرف الشكل ده اللي هو اسم الصنف والجاكيت والاجمالي والكميه ومسائل الوحده والارقام دي انت لازم تحدد له مين هيطلع فين. اللي على اقصى الشمال ده من فوق خالص دي اللي هي تمثل الصف زيرو العمود زيرو. اجي اللي تحتها الصف واحد العمود زيرو. الصف اثنين العمود زيرو. اثنين الناحيه دي بقى هنا الصف 0 العمود 1 الكميه دي كده الصف 0 العمود 1. طب اسم الصنف الصف 0 العمود 2. اتفقنا الترقيم بادئ من 0. يبقى انا كده ايه؟ طب هنا جاكيت دي في خانه رقم كام؟ الصف 1 العمود 2. طب الاجمالي الصف 2 العمود 2 وهكذا. اتفضل. فانت في الحاله دي انت بتحدد له في كل سن ايه اللي هيتعرض عليه وبتحدد له. طب ماشي
فانت بتحدد له انت هتعمل ايه يا برنامج بالظبط. عشان اعرف الكلام ده باجي اعمل ايه بقى؟ بص كده باجي اقول له اول حاجه لازم احدد له اجمالي عدد الصفوف واجمالي عدد الاعمده. وباجي اقول له ايه؟ ام اس فيكس جريد على حسب ما هي مسميها بقى فيكس جريد بس فيكس جريد واحد ممكن تسميها اي حاجه. المهم زي ما اتفقنا دي في الاسم الايه؟ البروبرتي اسمها مين؟ زي ما كنا بنشوف احجام دي كده كنا بنحدد حاجه اهي. لا تبقى حاجه مركزيه. بص ادي كده دوس هنا اهو الاسم البرمجي بتاعها اهو مين؟ ام اس فيكس جريد واحد ممكن تغيره زي ما انت عايز. تعالى بقى نرجع هنا فراجع حدد له ايه؟ قلت دو كروز دي لسه كده ده كده اجمالي ايه؟ اجمالي عدد الصفوف اللي انا هستخدمها. دو كولز ده دي اجمالي عدد الاعمده اللي انا هستخدمها. ده في الاول قبل ما تقول اي حاجه بسم الله الرحمن الرحيم لازم تحدد في الفليكس ليت كام صف وكام عمود اجمالي قبل ما اعرض عليها اي حاجه. طبيعي انا هنا اللي انا كنت عامله كنت عامل ايه؟ الصف الاولاني كنت حاطط فيه اسم الصنف الكمية الوحدة وحاطط تحت صف تاني بإجمالي بإجمالي القطع صح كده؟ زائد عدد الأصناف اللي المستخدم هيضيفها. يعني لو أنا هستخدم لو المستخدم هيضيف اثنين زائد الصفين يبقى أنا المفروض يظهر لي كام صف؟ أربعة أهو. يعني مثلا لو افترضنا كده مثلا البرنامج بتاعنا أهو كان في الصف الأولاني اسم الصنف والكمية وسعر الوحدة والصف الاخير الاجمالي وهنا سته والمفروض هنا اجمالي السعر وفي النص الاصناف اللي انا هضيفها صح؟ لو انا هضيف مثلا صف واحد يبقى انا كده عندي كام اجمالي صف؟ ثلاثه. لو هضيف صفين اجمالي صف اربعه. لو هضيف ثلاثه اجمالي خمسه وهكذا. يبقى انا كده ايه؟ عدد الاصناف اللي العميل هيضيفها زائد اثنين واحد للترويسه واحد للاجمالي. تمام كده؟ يبقى اجي هنا اقول له ايه بقى؟ ترويزي. ايوه اللي هو اسم الصنف والكميه وسعر الوحده. في الحاله دي عشان تطلع لي بالشكل ده. الصف الاولاني اللي فيه البيانات اللي هو اسم الصنف والكميه وسعر الوحده. والاصناف تحتها وبعدين بعد كده الصف الاخير الاجمالي واجمالي عدد القطع. فباجي اقول له ايه بقى؟ الاجمالي داخلين فين؟ المتبادل اسمه ايه؟ اجمالي عدد الرز هو بيساوي كام؟ اجمالي الام اللي مدخلها المستخدم زائد كام؟ 2. طب اجمالي الاعمده هم ثلاثه كميه سعر واسم الصنف صح كده؟ وثلاثه. هبتدي بقى اعرض في كل خليه ايه اللي هيطلع فيه. قلنا ان الصف زيرو العمود زيرو هطلع عليه كلمه سعر الواحد صح؟ يبقى هقول له ام اس نفس جريد دوت واحد دوت رو وبس. مش اس هو صف واحد بس. انا هنا بحدد ايه اللي هيطلع على كل خليه. فهنا بقول له ايه؟ بحدد له الرو والفور الخليه دي اللي هي زيرو زيرو. زيرو صف وزيرو عمود. هيطلع عليها ايه؟ ام اس نفس جريد واحد دوت تكست. دي القيمة أو التكست اللي هتظهر جواها. إيه اللي هيظهر جواها؟ بين قوسين طبعا عشان بين قوسين كده وسعر الوحدة في النص. بعد كده السيل اللي جنبها اللي صف زيرو والعمود واحد صح؟ صف زيرو والعمود واحد هيظهر فيها كلمة إيه؟ الكمية. بين قوسين إيه؟ الكمية. دبل نوتيشن كده. وبعد كده صف زيرو العمود اثنين هيظهر ايه؟ اسم الصنف. جيت بصيت بقى ايوه بالظبط كده. فلو جيت بصيت هنا اهو ده كده زيرو زيرو صف زيرو العمود زيرو الكميه صف زيرو العمود واحد اسم الصنف صف زيرو العمود اثنين. دول انا بعملهم بايدي لسبب ان انا بظبط المظهر او الابيرنس او الشكل اللي هيظهر للمستخدم. انا بظبط دي وبظبط دي.
واللي في النص تعمله فور لوب بقى هو بياخد من المصفوفه ويقعد وصلت براحتك خالص ده تصميمك انت. يبقى احنا دلوقتي ده كده احنا ظبطنا مين؟ ظبطنا الشكل الصف الاولاني خالص اللي هو فيه اسم الصف والكميه وسعر الوحده. تعالوا بقى نشوف بعد كده. بعد كده بقى انا هبتدي اعمل ايه؟ اخد من المصفوفات اللي انا خزنتها واعرض. صح؟ انا خزنت دلوقتي ايه؟ اسم الصنف في مصفوفه والكميه في مصفوفه والسعر في مصفوفه. هبتدي اعمل ايه؟ اعمل فور لوب. فجاه خليها بقى هنا انا خدت السطر الزيرو. خليها في الحته دي. خدت السطر الزيرو. يعني الاول في كل مصفوفه كنت بستخدم فور لوب كنت باخد من زيرو لحد ان ناقص واحد. خدنا الزيرو هنا ما عرضت عليه ده اللي هو اسم الصنف والكميه وسعر الوحده. مش ده كده ما يمثل السطر زيرو وده يمثل السطر واحد؟ ايوه. فاحنا كل مره كنا بناخد المصفوفات بتبدا من ايه؟ تقدمها من زيرو لان ناقص واحد. يعني انا لو انا عندي مصفوفه وابعادها 100 يبقى هتاخد من اول ايلمنت اول عنصر فيها زيرو واخر عنصر فيها 99. صح؟ مش مصفوفه كده؟ فنفس الكلمه بتتحسب جدا من زيرو وانت طالع لحد ان ناقص واحد. طب انا الصف الاولاني اللي هو رقم زيرو ده انا حطيت فيه الشكل ده. يبقى انا لما ابتدي اعرض اعرض من مين؟ الصف رقم واحد. صح؟ تاخد بالك بقى من حاجه. المصفوفات زي ما اتفقنا بدءا من زيرو لكام؟ 99 او من زيرو لغايه ان ناقص واحد. طب تعالى نبص بقى كده هعملها ازاي في الفور لوب. انا هعمل عداد او كاونتر بيعد من واحد لحد عدد الاصناف. لو انا المستخدم بدخل صنفين يبقى من واحد لاثنين. ماشي؟ ده اللي هو كاونتر اسمه ايه؟ اللي اسمه كيف. يبقى الرو هو يمثل مين؟ الكيف الصف. والكولوم مظبوط انا بايدي. يعني ايه؟ يعني صف زيرو ده سعر، صف واحد قصدي العمود زيرو ده سعر، العمود واحد كمية، العمود اثنين اسم صنف. يبقى أنا كده ده أنا ظبطه في إيدي زيرو واحد واثنين أصبح ثوابت، اسم الصنف دايما بيتحرك في العمود الثاني، كمية دايما في العمود الإيه؟ الأولاني اللي هو رقم واحد، السعر دايما في العمود رقم زيرو. عشان تظبطه بإيد. الكيف ده يمثل الصف. فكده عداد على حسب من واحد إلى كام هيقف فين هيفضل يعد ويغير لي الصفوف. شفتوا ولا لسه مجمعين؟ معاك. ماشي. هاجي بعد كده بقى أطلع إيه القيمة اللي هتطلع في كل خلايا. يعني مثلا البرنامج اهو دلوقتي انا اتفقت ان انا ايه؟ ان ده اسم الصنف ده تمام؟ كل ما هو تحته هنا هو يمثل مين؟ اسم صنف جاي من ايه؟ المصفوفه اللي اسمها اس. هنا كل ما هو تحته ده يعتبر ايه؟ كميه جاي من المصفوفه اللي اسمها بي. هنا كل اللي تحته ده سعر جاي من المصفوفه اللي هي اسمها ايه؟ حد كده الدنيا ماشيه؟ تمام. فهاجي اعملها ازاي بقى؟ مين؟ الكي ده لوب كاونتر عداد. اول ما ظهر ظهر عندي اسم. ده تاني ظهور في الفصل كده. تمام؟ وظيفته ايه؟ وظيفته يعد لي من واحد الى عدد الاصناف اللي انا عايز ادخلها. لو انا بس بتكلم مثلا ادخل صنفين يبقى واحد واثنين. لو هدخل خمسه يبقى واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. حلو كده؟ وظيفه اللوب دي انها تعرض لي القيم بتاعه الاصناف اللي هو بنتكلم عليها اسم الصنف وكميته وسعره وكل صنف على الفليكس جريب اللي هو الجدول. نعرضها ازاي؟
اول حاجه بحدد لكل خليه صفو عمود. الاول العمود جاي من العداد ده، الصف الاولاني اخلصه، بعد كده الصف الثاني اخلصه في مرحله اثنين، بعد كده الصف الثالث في ثلاثه، الصف الرابع يبقى ايه؟ اربعه، الصف الخامس في خمسه. حلو؟ واجي بعد كده الروم يمثل مين؟ الصف ده يمثل الكيل. الزيرو والواحد والاثنين في العمود هطلع عليها ظبوط الايدي بقى ده مش هيتغير، ايدي ظابطه مره واحده يمثل اسم الصنف كميته وايه وسعره. باقي عندي بقى مين؟ القيمه اللي هتطلع في الخليه اللي هي المربع بتاع الفليكس جريد. هعرض في كل خليه كام؟ هجيبها ازاي؟ دلوقتي انا هعرض اول حاجه خالص على الشمال اللي هي مين؟ السعر. صح؟ يبقى القيمه اللي هتتقلب هنا ام اكس فليكس جريد 1 دوت اكس تيجي كده معروف فيها قيمه طبعا. تمام؟ ايه هي القيمه دي بقى؟ المصفوفه ايه؟ العنصر اللي مصفوفه ايه؟ اللي رقمه كام بقى؟ لا لو هنا واحد يبقى زيرو. عشان احنا قلنا المصفوفه هي اللعبه بقى اللي انا بكلمك عليها. انا بقلب كل الرغي ده او بحط كل ده عشان اوصل الحته دي. المصفوفه بتبدا من ايه؟ من زيرو لحد هنا ناقص واحد. انا في العادي الدنيا كويسه لو ما عنديش الصف الاولاني بتاع اسم الصنف وكميه وسعر الوقت، لكن طالما انا شغلت الصف ده فمحتاج ارحل كل حاجه صف. صح كده؟ ففي الحاله دي بقى يبقى انا ايه؟ القيمه اللي هتحط في الصف دي هي كي ناقص واحد. يعني القيمه اللي هتحط في الصف واحد هي قيمه بتاعت مين؟ زيرو. والقيمه اللي هتحط في الصف اثنين هي بتاعت ايه؟ واحد. عشان ارحلها لو هي من قد ما ارحل يبقى القيمه اللي في الصف زيرو هي اللي موجوده في الاندكس زيرو. لو القيمه اللي موجوده في الصف واحد هي موجوده في الايه؟ الاندكس واحد. بس طالما انا رحلت صف فهنا بقول ايه ولا تايهين؟ تايهين. يا جماعه هنا ادي هنا هنا من هنا الاس يبقى انا هقول بالترتيب كده ايه بي اس. اذا اتفقنا ان اول عنصر في المصفوفه بياخد رقم زيرو. ايوه. واحد اثنين وهكذا لحد ان ناقص واحد. تمام. صح كده؟ يبقى ده الاندكس او اللي بيشير لمكان العنصر في المصفوفه، صح؟ قلنا نفس الترتيب ده هو نفس الترتيب الفيكس جريد برضه زيرو واحد اثنين وهكذا، صح؟ تمام. صح كده؟ طيب لحد كده الدنيا ماشيه صح. لو انا ما حطيتش اسم الصنف والكميه وسعر الوحده دول بتشك من دي لفوق، فانا عادي اطلع الكلمه اللي هنا احطها هنا، والكلمه اللي هنا احطها هنا، والكلمه اللي هنا احطها هنا، يبقى انا ساعتها ماشي الاندكس زيرو مع الاندكس زيرو. بس انا فعليا اللي حصل ان انا طلعت عشان اظبط شكل الفاتوره طلعت اسم الصنف والكميه وسعر الوحده. صح. انا هنا ايه؟ الصنف ده انا استخدمته، قصدي السطر ده انا استخدمته، الرو ده انا استخدمته، فساعتها لازم اعمل ايه؟ كل الداتا اللي هتطلع هنا بترحل واحد. يعني السطر الزيرو ده هيطلع في ايه؟ في صف واحد، طب السطر الواحد ده هيطلع في اثنين، اثنين هيطلع في ثلاثة. كده وضحي ولا لسه حد تاني؟ ايوه كده. حد لسه عنده سؤال؟ حد لسه مش فاهم؟ يبقى في الحاله دي، في الحاله دي الكي ناقص واحد اللي هو يمثل الاندكس بتاع المصفوفه ما يقابله كي في مين؟ في الام ايه؟ في الام اس فيكس جريد. يعني فيكس جريد دي لو هي الكي ده بواحد يبقى هنا ايه؟ كي ناقص واحد. يعني الكي هنا باثنين يبقى هنا كي ناقص واحد اللي هو الواحد. يبقى انت هتشتغل الكي بالنسبه للمصفوفه يبقى الفليكس جريد زائد واحد. لو اشتغل على الفليكس جريد كي يبقى المصفوفه كي ناقص واحد. اعملها بدماغك اللي هي يعني تنقص واحد تزود واحد دي حسب دماغك انت في الوقت ده. لو عملت كي هو يمثل الرو بتاع الفليكس جريد يبقى ساعتها هتطرح منه واحد عشان تجيب له القيمه اللي في المصفوفه. حبيت تمشيها بالعكس
تخلي كي يمثل الاندكس بتاع المصفوفه، يبقى ساعتها تخلي فيكس بيت ايه كي زائد 1. كده وضحت ولا توضحت اكتر؟ فاهمها باي طريقه ما افهمها، المهم مش دي القضيه. سيبك من كلمه اخمنها. لحد كده انا دخلت مين؟ دخلت رفض الاصناف. بعد كده هبتدي اعمل ايه؟ اعرض اعرض. السطر الاخير اللي هو مين؟ اللي فيه كلمه اجمالي واجمالي القطع. نفس القصه. الصف ان بلس واحد والعمود الكامل والقيمه اللي هتطلع في كل خلية. الاجمالي وعدد القطع. نفس الكلام ده هيبقى في الجانب، نفس الكلام هيبقى في الفاتوره. اختلاف الفاتوره حاجه واحده بس انا هقولها. في الساعه كام دلوقتي؟ احنا كده فاضلنا قد ايه في المحاضره؟ بصوا الفاتوره هي هي مع اختلاف، نفس الكل مع اختلاف. ايه بقى؟ ان انا هنا عرفت مصفوفات داخليه جديده. تمام؟ المصفوفات دي ايه؟ انت دلوقتي القيم اللي انت دخلتها في ضبط الاصناف في المصفوفات، قلنا المصفوفات دي عامه الناس كلها استخدمت. بس انا دلوقتي عشان اجي اقول ايه؟ اقول انا عايز العميل ده هيشتري مثلا زي ما اتفقنا الاصناف احنا اتفقناها جاكيت وبنطلون والكلام ده كله. فهختار ان انا ايه؟ الصنف الاولاني بنطلون، الصنف الثاني جاكيت، الصنف الثالث تيشيرت، الصنف الرابع قميص، وهكذا. فعايز العميل هيشتري اول صنف هيشتريه اللي هو مثلا قميص. فعايز اعمل ايه؟ عايز اخش ادور اعمل سيرش جوه هنا لغايه لما الاقي القميص. هاجي اعمل ايه؟ اقول له لو اقول له بس مبدئيا عرفني مصفوفه جديده نسميها اس واحد، مصفوفه جديده اسمها بي واحد، ودي بقى ولا اقول لك هنعمل بي واحد. دي تمثل مين؟ الاصناف اللي العميل هيشتريها. حلو كده؟ فالعميل سي مثلا دخل لي فيلم، دخل لي اول صنف قميص. وقال لي انا هشتري منه اثنين. ودخل لي تاني صنف جاكيت. وقال لي هشتري منه واحد. ودخل لي تيشيرت. وقال لي هشتري منه ثلاثة. حلو كده؟ أنا هنا العميل بيدخل الصنف وقيمته. زي مثلا قلت داخل في اي ماركت مثلا وتشتري حاجه بتخليها تبقى ايه؟ بسكنر. ايوه. اللي هو الباركود ده بيجي يعمل ايه؟ نفس الفكره. هو بيدخل الباركود كانك بتدخل اسم مين؟ اسم الصنف. الصنف ده اللي دخل كل اللي دخله الكاشير او الراجل اللي واقف بيدخل ايه؟ الصنف اللي هو اسمه او الباركود بتاعه ولا وعدد عندي وقت منه كم عدد قد ايه؟ لكن هو مش حافظ اسعار، الاسعار اللي فين؟ على السيستم. تمام؟ فباجي اعمل ايه؟ انا لقيت ان الصنف ده قميص. اعملها ازاي بقى عشان اجيب سعر اول؟ باجي اروح اقارن الاسم ده مع الاسم اللي بيتخزن فين؟ الصفوفه اللي اسمها اس. تمام؟ يعني عرفت كده الصفوفه دي كده؟ عامل ازاي؟ اهي. تديله اوسط. اف اس واحد القيمه الموجوده هنا اوف اي اللي هي مثلا هنفترض ان هو اي كان زيرو مثلا ماشي اللي هو قميص يساوي اس اوف جي وعملت فور لوب من زيرو للمية. يعني ايه؟ يعني انا سايب الضغط عندي على السيستم 100 عنصر فانا هدور في ال 100 عنصر على القميص. اروح اقول له القميص ده موجود فين في وسط ال 100 يبتدي يدور يقارن القميص ده بالبنطلون لا مش هو، الجاكيت لا مش هو، التيشيرت لا مش هو، قميص يساوي قميص يبقى هو ده. يبقى ثلاثة. يبقى أنا هنا عرفت مين؟ عرفت الإندكس اللي هو أي. هو في المكان الفلاني جوه المصفوفة دي. تمام؟ يبقى أنا هنا طالما عرفت الأي يبقى عرفت الأي بتاعه إيه؟ سعره في المصفوفة رقم إيه؟ مكان أي. الكمية التوتال من الصنف ده 6×24 ولا 30 ولا 50 اللي متسجلة على السيستم في المكان اي.
يبقى انا الاي ده يعتبر الانفكس اللي يشير لكل بيانات الصوت ده في المصفوفات اس والاي والبي. واضحه كده ولا دكتور؟ تمام؟ تمام. يبقى انا في الحاله دي ابتدي بقى ايه؟ اروح بعد ما عملت الكلام ده اروح اقول له ايه؟ حط لي والله السعر اللي موجود بالصنف ده اللي موجود فين؟ في المصفوفه ايه؟ في المكان اي. خد لي بقى السعر ده حطه لي هنا. يبقى خد السعر الموجود في ايه؟ حطه لي في ايه 1 اللي هو ما يقابل مين؟ القميص. ونفس القصه اخصم لي بقى اخصم لي العدد اللي هو هيطلع في كيو 1 ده اللي هو مثلا سي انا ايه؟ العميل هيشتري قطعتين. اخصمهم لي منين؟ من عدد القطع اللي موجود عندك في دي القديم مثلا لو كنت مساكن عندي هنا 30 قطع والعميل اشترى اثنين فاخد كام؟ 28. يقسمها ازاي؟ البي وجي ناقص الايه؟ البي 1 اللي هو هيشتريه واخزن القيمه دي على القيمه القديمه. يعني امسح ال 30 واحط عليهم كام؟ ال 28. يبقى انا كده عدلت في بيانات المتخزن وجبت سعر مين؟ الجديد. دي الحته الوحيده الفرق في الكود عن اللي احنا شرحناه في الفاتوره. لحد كده حد عنده مشكله؟ تمام؟ وهنكمل بقى عادي بالنسبه للايه؟ لباقي الكلام عادي. وبعدين بعد كده زرار البوتون اللي هو بتاع فينش في نهايه البرنامج وكده يبقى احنا خلصنا البروجكت. حد عنده سؤال؟